أيها الإخوة والأخوات، حفر حاضو أولا له المنهج أونلاين. إذا إيدي سوكوت بيان تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي. ما حكم إنشاء جمعيات الخيرية؟ مثلا مارتي جمعيات كخيرية جمعيات كخيرية هدي دولتي مسلم كأها أي يرهدان قاركود وحلو بهن هي جمعيات دتك مثلا تاكلايا دتك أي تامتها وحقبتها دتك مثلا حبسية دكو جيري رعاية أسمائية أهل كودي دتك أي كم قنايين هي هرمنا عاصو كلا دولتكو أكتهي هدي أي وفسحوا أيضو وضوابط شرعية ما رت أي وحاس أي كوسعدان أو أن لوهس قرينين حزبيو سدى أنكو أرجنا من جمعيات فربضنا هذا عالم ككجرة وحباسة كوم مغدان لكن إن لو قصده وشقل لقى دكتور إن طلبت علم جينا لوه مشغوليو الدنيا سو أرورين تيت هي قيبين تيت أو وحي رأي إبران الهايين أي كمش قولان وح أهل علمي ووينو أي كنا سياحين جيران معها وحد أنه عندتكو كنا سياحين هنا معها وبالله التوفيق.